السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنتقاسم معكم وصفة ديال الكيش بدون العجين المورق. غنستعمل الورقة ديال البسطيلة. بغيتوا تعرفوا المقادير؟ يلا ندخلوا الكوزينة. بسم الله على بركة الله. بسم الله توكلنا على الله. هاد الوصفة هادي غادي نحتاج فيها قرعة، معلقة ديال النعناع مقطع، توابل غنحتاج الكركم أو الخرقوم معلقة صغيرة، الجوزة ديال الطيب نواد ميسكاد نص معلقة، ملحة والبزار، شوية ديال الزيت البلدية اللي غندهنو بها الورقة. غنحتاجو القشدة الطارية لكخيم ليكيد، ما تكونش قاسحة وتكون مخلطة مع الحليب نص نص. أنا هنا درت 200 غرام. بصلة كبيرة مشحرة في زيت العود، وشوية ديال الثومة وفص هكاك ديال الثومة، جبن مبشور، أي نوع من الجبن، تقدروا تستعملوا موتزاريلا، تقدروا تستعملوا أي فروماج، 4 ديال البيضات، وبطبيعة الحال الورقة. الورقة أنا دهنتها في زيت العود. غادي نستعمل 4 ديال الورقات في هذا الشكل هذا. اول حاجه غادي نديروها غادي نقطعوا القرعه دوائر رقيقه، من بعد غادي نخلطوا لاباغايا كيش. اذا غادي نديروا الكريمه ديالنا مع الحليب، البيض والتوابل، خلطوهم مزيان. من بعد خديت امولا تارت هذا الوعاء هذا، وغادي نفرش فيه، غادي بعدا ندهنو بالزيت العود. ودابا غادي نفرش فيه الورقه، دوك 4 ديال الورقات اللي قلت لكم في الاول. ودابا غادي نضيف رقائق الشوفان. انا تعمدت ما نذكرهمش في الاول باش نهضر لكم شي شويه على الشوفان. الشوفان او لافوان، لي فلوكون دافوان، صحي بزاف 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 بزاف، وهو سر النجاح ديال هاد الوصفه هادي. علاش؟ لان الورقه انا استعملتها اليوم حيت هي ناقصه شويه من السعرات الحراريه، ماشي بحال لاباط فويتي ولا لاباط بريزي. الناس اللي كيديروا الريجيم او الحميه كتصلح ليهم بزاف، كتجي خفيفه لاكيش، وباش ما تشربش لينا. داكشي علاش قررت انني ندير فيها الشوفان، هو اللي غادي يشرب كاع داك الماء ديال الخضره ديال القرعه اللي غادي يطلق ان شاء الله. تقريبا هنايا عندي شي 3 د المعالق كبار. من بعد غادي ننزل البصله والثومه، غادي نضيف النعناع، كيجي هائل، كيعطي واحد المذاق مذاق فخي وبنين بزاف بزاف، مغير على القزبر ومعدنوس اللي كنديرو ديما. ومن بعد كننزلو القرعة. ومن بعد كنضيفو الخليط ديال البيض والقشدة والحليب. والان غادي ندخلوها للفران. سبق ليا وسخنتو على 180 درجه المده ديال 25 حتى 30 دقيقه.
لاكيش ما شاء الله هي وجدات. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء.